مشاهدينا في كل مكان برحب بحضراتكم، وقبل الحديث في اي شيء بقول لحضراتكم كل عام وانتم بالف خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. عدا الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. وصلت مع حضراتكم لسيمي فاينل بطوله كاس رابطه الانديه المحترفين في هذا الاستوديو التحليلي امام فريقين كلاهما اكيد متعطش للبطولات بشكل كبير. النهارده على موعد مع المباراه الثانيه في السيمي فاينل شاهدنا وتابعنا ايضا مباراه فيوتشر والمصري بورسعيدي، واللي انتهت بتفوق المصري بورسعيدي ووصوله رسميا الى المباراه النهائيه. طب ايه اللي بيحصل النهارده؟ النهارده متواجد معانا سيراميكا كليوباترا اللي بيستضيف فريق الاتحاد السكندري. طبعا المباراه مقامه على ارض محايده وهي استاد القاهره الدوليه، ولكن بنظره سريعه كده للنسخه الثانيه من كاس رابطه الانديه المحترفين لكره القدم هنلاقي ان مما لا شك فيه ان هي اكثر اثاره من النسخه الماضيه واللي حصل عليها فيوتشر. هقول لحضراتكم كده بعض النقاط اللي تخلينا متوقعين ليه كل المباريات المتبقيه في هذه البطوله هتبقى مباريات مثيره. تابعنا المصري بورسعيدي اللي صعد الى المباراه النهائيه، والمصري الغايب تحديدا منذ عام 1998 عن الحصول على اي مباراه نهائيه، يعني تقريبا 25 سنه بدون اي بطولات محليه لنادي المصري البورسعيدي. ايضا سيراميكا كليوباترا في ثالث مواسمه في الاضواء والشهره اللي ما حصلش طبعا قبل كده على اي بطوله خالص، فبالتالي لو حصل على بطوله محليه بالتأكيد هيبقى شيء يحسب لي كإنجاز ضمن هذه الفرق اللي هتكتب اسمها في تاريخ البطولات المصرية. أما الاتحاد السكندري رقم كبير جدا على طبعا جماهير الاتحاد السكندري، 47 سنة الاتحاد السكندري بعيد تماما عن الحصول على البطولات، وده تحديدا منذ أن حصل على بطولة كأس مصر عام 1976 واللي كان فيها وقتها جيل ذهبي بشكل كبير جدا لنادي الاتحاد السكندري في مقدمتهم الكابتن طلعت يوسف وبوبو وشحتة الإسكندراني وأيضا الحارس عرابي، جيل كده بمعنى صح كان مميز جدا لكرة القدم الإسكندرانية. إن شاء الله هنتابع هذا اللقاء المتوقعين إن بالمعطيات اللي أنا قلتها لحضراتكم كل الفرق أكيد عندها أمال إنها تحصل على بطولة. فيا ترى النهاردة سيراميكا كليوباترا يتشبث بالأمل أن يصعد إلى المباراة النهائية ويحاول إن هو يخطو خطوة نحو كتابة اسمه في تاريخ البطولات المصرية، أم الاتحاد السكندري هيعود مرة تانية إلى تحقيق البطولات المصرية في حال إن صعد أيضا إلى المباراة النهائية، وقتها تكون مباراة جماهيرية من العار الثقيل بين المصري بورسعيدي والاتحاد السكندري. كل ده هنعرفه في تفاصيل مباراة النهاردة بين الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا.